أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوا دوا ورکا دورنمي على سيدة ميديا واد دورنمي قميسا خطبة حساسي اي نوصو سعدا فضلاً نلاتشوك دينا عاكال عينان كحوق الدالكا يا ساعدي اللي صودا في هول قلو عروس أو لغو قادي إسبارو يكا وحيكا بلابين ديگا نادا دعاين تود حيسا مقال دا مقدش يدك مدا عدلا اي قبل كشب اللي دحي وحانا هادا كدب لجوكتين دونا هول قل كاسي يدو اللوح الساري عيدن كا كورنيل سني عبدالله او اهنكي هقامين جري عيدن كي بدباد قران مالمي اللي صو دافي وحالاقا قواي استعمال كا ودد حرير استمقالو يكا مقدشو ايا حرر ديرا اي مرتا دولكا حيب تاهي تاسو اسباروين حد داف اهي ايسو ديكتين مليشيات هبايسان انت بنا ودد اسي وحا استعمالا قاديد كا حمول كا قادا ATM كا لو يقان وحانا مليشيات كاسي لغا سيدا يي كدواد صدن غاري او ركاب اي كواس او مدح فروشة او هايستين ابان دولها قيب تلاباتان يتضباده عيدن كحوق الدالك جنرال صالح يعقوب ايا ورباهي تدولة دا صومالي او شيغي ان قار كمد اي رقي اي اسبارويين كاسي او يالين اي قعان تاكو ديجين قارنا اي ولي كدب جران ابان دولها يا سيدو كلا شيغي ان اي عكتا مريان دمان ويحي اسباري يلي انتو دحيس مقدشة اي عدالة سيدو كلانا اي قدبيان قاديد بدن او وايهان كو حنبنا هالكاسي جنرال صالح يعقوب ايا سيدو كلا شيغي ان عيدن كقود تلا افراد اي خيب تلاباتان يتضبات او سني عبدالله او هقامين ايو حد كدب لو حل ساري الالنتا مرين كاسي مهيم كو هقاليد كحمول كاهي ايسيقا قدبا كوفرطا ايا برتما سوماليا مالين كورا ايا قادل ليدا استعماشا ودداسي وحي مقدشا كدقين بنام بحوق له او دولة فدرال كيهير شبيلة اي اوغا دالبادين ان ودداسي لغا نذيو في اسباروين كحاران تاهي حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلة او قولوين كقاري ارين تلوح الساري اي دورشوين كقرنكا ميدوغا مشرحين تمعارض كا او دلب حساسي او ديري سومالي لان رئيس الوزارة حكومة فدرال كسومالي مدن محمد حسين روبلة ايا كلان لغا هد لي او ديار قروغا سوغد امنيغا دورشا دي حلبانا دا قولها شعب كاللقاتي قد ديغا امنيغا دورشوين كقرنكا كواسي او يسوغ جري تلياش بوليس كا هير فدرال ايا هير دولة قبلت بوليس كا اميسوم ايا بوليس كا يو انكا او كا تاغيرا دينا عيادة فرسامدا اي دورشوين كا قرنكا رئيس الوزارة ايا اوغا مهد عليا قد ديغا امنيغا دورشوين كا سيدا اي اوغا قيب قاتين سوغد امنيغا دورشوين كا اقل كسارة اساقو كلا دردارمي ان اي سي ودان دادال كودا ودا جيركا اهي اي كو ادن سوغد امان كا ارغوين كا ايو دينا عيادة كو هولان هرقلين تا دورشوين كا سيكا سواها اهاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ايا امي كا هوغانو هايا دالكا مادام مدحوينا وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو او مرهو كو ريجي سيكا سواها اهاتي مدحوينا وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو ايا امي كو هولان او كليا سيدي او رالي قلين لها ساحب كيس ابي احمد حالك رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او كو هولي يهي ان دالكاني او ميل سرقارو اسلام مركاسين الدورش حلال اهي دالكا اي كدعضو halkaasina uu ku soo baxo madaxweynaha ay ku qanacsan yihiin umada Soomaaliyeed una adeego bulshada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee guul weyn ayuu ka gaaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble doorashada aqalka sare iminkana waxa horta la in uu banaanka keeno doorashooyin xalaal ah oo aqalka hoose ah kadibna la doorto madaxweyne sharci ah oo bedelo madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel isla markaasina doonaya in uu ku fadhiyo bila sharci darro dhinaca kale golaha mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay tallaabadii ay Soomaaliland ku soo masaafuraysay dad ka soo jeeda koonfurta ee ku dhaqnaa deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qoraal ka soo baxay musharaxiinta ayaa lagu sheegay in ay ka soo horjeedaan ayna ka xun yihiin in si qasab ah loo soo barakiciyo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxaana ay tilmaameen in falkaasi uu meel ka dhac ku yahay islaamnimada iyo soomaalinimada sidoo kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday soomaaliland inay joojiso tallaabooyinka ka dhanka ah shacabka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa si gaara uga mahadceliyey mas-uuliyiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeed ay isku xilqaameen u gargaarka dadkaasi dhibaataysan hadalkani ayaa ku soo aadayaa iyadoo maalmihii u dambeeyey ay soomaaliland Laascaanood ka soo saartay boqolaal dad ah oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya isla markaasina ummadda soomaaliyeed ayaa si weyn uga carooday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maamo soomaaliyeed xalima ayaa magacayga la yiraahdaa waxaan rabaa inaan calan sida media u sheego fikradda ama aragtida aan ka haysto dagaalka ka socda gobolka galmudug mise mareeb iyo eryadeeda waxaan aaminsanahay oo maxay haytayeen ay aniga ila tahay inuu yahay dagaalkaas mid siyaasadeysan dagaalkaana waxa ka dambeeya fakarkiisa waana la ogaan doonaa oo aakhirka lagu hadla galayaa farmaajo iyo fahad yaasiin iyo qorqor saddexdaanin waa saaxiib waa walaalo lillaahi day isku dhaarsadeen saan jecel ahayna kuma ay tala gelin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال هدنا ربع إنانس كهلو ومعركة سياسية صومالية سياسية صومالية أسيقا أي سوسايد اسكو سمعين هاي أما سيديل هاي صوبتو ماركا آت كو فكرتو إن آتو حقيانتو أذيق اسقيان هاي ماركا آت كو فكرتو وحاد أكتهي إن آت كآمستو أذيق أي اسقيان هاي ماركا أذيق اسديل هاي نبض مالانا هين هاداد نبض وايتري هذا أذيق اسديل صوبتو آت كن نبض درين هايو أذيق كو إيمان هاي سو مرك هذا وحنك تسأل أمس قادنا هنا هديات أقبشان إن إكران إن عدالة هيلين عمل قريو وحاقرت ستي وقرنين أذيك وقصان خلي ويقوس الران إكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرعيك وحويان روبرت جامع إلهية وحنشوها ودك جرمني ayaa ka soo hadlaya marka walaal deew warud een aad bay u masatiin een taatiyasha ana sidii media iyo wariyasha iyo tafatiraha iyo wax weeye een kuwa wax weeyaan soo gudbinaya sida qurux badan dadka u gaarsiinaya qof walba ee Soomaaliya oo dhan raayigooda siinaya aad iyo aad u masatiin boqol iyo boqol kacdoonka shacabi uu kacay horta wax kasta waa kacdoon dowladda lagu sheegayna waa shacab shacabka hadii markaan wax hor istaagaya ma laha imi kara ra-iisul wasaare wakiil khudbadeeyey farmaajo waxba nagama dhexeeyaan wuxuu yahay iskaba yar waa nothing waxba maaha mati xabsi guri buu iskaga jiraa meel buu iskaga jiraa wax allah wuxuu qabanayo korontada waa laga jaraamaynayaa laydka waa laga jaray dhuuntaa la qabtay maaliyaddii waa laga haystaa amniga waa laga haystaa dee xag u aadayaan marka xabsi gurigii buu ka soo waxa weeye indhag waaweyn ka soo taagayaan marka wallaahi ninkan waxaan ku wariyay aad iyo aad u dadaalay maasha allah waxa weeyaan odaygan dee xabsi guri isaga jiraa madaxweyne looma ahee farmaajo iska dhahaa maxamed rabin u oranaysaan waqtigiisa waa dhacay jubxeedkiisa waa dhammaaday wax alla wuxuu yahay baa iska yarniyow ala sidii dhulayay waxaa loogu magacaabay qofka horta dadku waxay jecel yihiin masabka wax la yiraahdo in la qofka leeyahay gudoomiye hebel waxaa tahay in la jambaa tahay kowre marka inaan yar iska jeclaanay wax walba iska jeclaanayaa in la yaado maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii waxa weeyaan waa lagu fasaxsaraaxayaa ilaahay wuxuu leeyahay magu gaalada la hadlayo sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun وأملي لهم إن كيدي متين إلى سوحة أوكاديا ولو كادينيا ولو سطيرينيا حتى الوزارها بريم مستركا أوكادينيا ترتيب هوشي سوطا وحي سوطا كما قصنا يا هوشي سو مامولانيا إذا بدي سيمو سكواتا واسكو بيان عبدينيا هوشي سوطا أقل كسالة لدورتي golaha shacabka ayaa ka koosan waa la dooro doonaa marka walaalo waxa weeyaan waa allah wuxuu yahay iyo hadda wax laga naxo iyo wuxuu qaban qabanayo iyo wuxuu qaban doona ma jiraan musharax baanayo ma laha ninkan dee qorqoo la sheegayana leeyay waa kala qaad iya yani ninkaasina waxa weeye helsuna wa jamaaca ayaa kusoo duushay isagana si media marka horeys waa idin salaamay anoo ka faa'iideysa saddex daqiiqo ah waxaanu ku maqlahay Western Cape Cape Town magacaygu waa Bulaay waxaan u jawaabay gudoomiyaha Garbahaare oo yiri ha laga jaro Iran talin hooyadeed carabka Iran talin hooyadeed qof carabka dari kara ama qof dabo karta bal kiro dhan hadii soo raad xitaa ma damo karti Iran talin waxay kala dad weyn wax tarayo xawaadan ah waa gabar xawaadle carabka iska dhaafay el kiro dhan hadii soo raad xitaa ya carabka ma jari karaan waa nacas ka hadli Garbahaarey nacaska uu garabka siinaya waa ninka farmaajo la yiraahdo waxaana la keenayaa cadaaladda si ifaad yaashay xaj daahir
يكونل جيس توجي توجس ولا يقى فرماجو قبدي عرس عيسى كاس نكح وقوين كيس كاس ميلو يلا رك بدنا نودي جرال كوميديا جرال كي وحاكم ديانا كليرا يريسو قبدان جوكتي شاب قرح شاب كدعي مركا على سي ميديا وإذن السلامي كل جنب رزول يكو رحمة الله وبركاته على سيد ميديا وإذن السلامي دمانتين خلوة ذنك عن سيد ميديا دمانتين وإذن السلامي السلام بغرطة وإذن فرطورة مكريم السلام كدب والله لأن أنا محمد جواسف العربية حليمة أولي أحمد وهي وحان كهاد لأي عدد على ذا قلمة كالسعودة هي ترحيل كسمال لان إيسو ترحيل إيسو تدك أولا دان هرية تن قلمة دك وحان دي لها باش حبر قدر لما انت صغير يا كبير قعناها إسقاب صدان قرقر وحواية وحن نقضي دون الرعب ونقضي قرقر وحواية صار بالعيسي وحن وكل قاعدين يا شيخ شاكر يا شيخ محمود وهذا نقاب صغير ميلا بطن وكمد قال مدوك ادي ادعو هم بليني هم بليناس كدبنا وحن لها هي ولا لهن قال مدوك كانها اسقب صدان تقال كان او يمكن يجيرو قرقر وحواي وقضال وقضم بي فرماجة يا فهد ياسين وحنا لو قلت لك على إنها برقدر لو عربت له ومرك هرا برقدر حقيقة دقنا نجستي لده مرك وانا دعناها سقبستان وانا قول قول الله فيرين وانا قيبت وكرد شيء برقدر قرقر انا الله فيرين انا لديهم فلان فلان لديهن سي ودجر ودعناها سقبستان اسكقبت نمن كاس ونمن و ونقاته دل كوري دين توري دب كوري كوبدة شيء هنقولي مركا هبر قدرنا وحلقة لقى أرسلية مريكان كي الله ونحرس تعيديد إلهيها ونحرسته كتاب سير ملك الله قصي عدب الله ما هين بنح ما هين نودني بوها عدب مدى الصومالية بولاي إلا الآن أنا السداس أوضى الضنبه أن الله الله ينيا وهبر قدر خاصة أن الله الله ينيا مركا وقلب قلب كوح الله كينيا شبابنا ولي ونجوه جري ولي ونردق من جري سانا وحمل لين جرين ساسنا وحلو جرين إذن كان لسكوكين ديليا قارنا شباب لغا ديلي قارنا دولت لغا ديلي إذن كان لسكوكين لسكوك بينيا مركا ولا الله هبر قدر وحان قاط سانيا إن أي سكيلة ليا إن أي إسكيلة ليان دين عكست هريدة هذا إيه قداش هذا إيه مال والبين إسكيلة ليان يعني إسقف صدان شعب كس شعب هبر قدر دمان مال كست جوجان أي إسك دقيستو أجو هدادا حلك خيبك النقن وحد خيبك التهي دبعت هذا الدلك.